السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مو بغريب عليكم لعبة سم سيتي، ما بقعد بشرح لكم الموضوع. انت كنت عندي وشفتوا اللعبة كيف وكيف وشو امورها، لكن هني بنبدأ نشرح بعض الامور. الشوارع هسه بتكون تعلم سيتي سكاي لاين، وبنشوف موضوع الشوارع. طبعا احتاج شوي سكان عشان نشرح الموضوع. بنيته شوية وبديت سويته بجريد. بقول لكم الفرق بين هذا فرق بين هذا. طبعا هذا مش مرتب وايد، يعني انتم ممكن ترتبونه اكثر. انا سويته شوي على عجلة ولا على سرعة شوي، على اساس يوفر لنا مداخل المخارج لمنو للمدينة. هاي شو مشكلة التقاطع هذا؟ اول شيء تقاطع الهاي واي وايد مهم. انا بشرح اول شيء تقاطع الهاي واي. مشكلته الكبرى اني ما اقدر اسوي له بجريد. يعني اذا بي ابى اكبر الشارع واحد ما يستوي له بجريد، شوي يستوي له شوي ما يستوي له، تحت الشارع هذا استوى له هذا ما يستوي له. هاي المصيبة وياه. والشارع نفسه شوي يعني هذا كان احسن حتى من اللي هدمته، مش عملي الصراحة. يعني لان بعدين تستوي زحمة، توصل الزحمة لاخر الدنيا. نحن نسوي طرق نفس هاي، نفس الشارع هذا وجوده، خاصة للمنطقة الصناعية. وجود شارع مباشر من هاي المنطقة الصناعية يوفر عليك زحمة الدنيا صراحة، زحمة يوفر بشكل مش طبيعي. اول شيء انا سويت الدوت، شوفوا اتجاهات الشوارع. فبنسوي هناك نفس هذا على اساس انه نوفر زحمة. شوفوا ما عندي زحمة هنا، يمكن هنا تحسون زحمة بعد شوي اكثر. شوفوا يوقفون شوي، الشارع يضيق، بوقف اللعبة لان الناس يجون من الشارع. ولا اقول لك لا بوقف اللعبة. هذا التقاطع انا مش عاجبني، شو اسوي فيه؟ نسوي نسخة شبيهة بحيث ان الناس يجون كل الشوارع العامة للشارع هذا، وامكانهم يجون عندنا هني ولا يروحون، بس على شوارع اكبر. هاي يوم يستوي عندكم امتداد وفلوس وزحمة وهاي الامور راح تفرق وياكم وايد. اول شي بشيل الوصلات، وصل الاولى وصل الثانية، الشوارع الرئيسية خلوها. الحين شو بنسوي؟ انا بخبركم، نبى نوسع الشارع هذا. هذا بنخليه جسر، هذا بنخليه شارع سيدة. شوفوا النيب مسحهم هاي. الهدف الاساسي اول جسر تبنونه صح، اذا اول جسر انبنى صح اموركم طيبة، خلاص انتهى الموضوع. اول شيء النيب شارع هاي واي ون واي نفس الاولي. شو نسوي فيه؟ نرفع طبعا بيج اب بيج داون، اللي ما يعرفه على الكيبورد بيج اب بيج داون. وتقاي سهولة مثلا هذا هني العمود ممتاز، تبون عمود ثاني وتبون مساحة تحت. ما انا ما بهذا في الوسط يكون، ما به ابيكم مساحة. اذا بمد شارع ثاني، اذا بكبر هالشارع، اذا بسوي اي شيء بيكون عندي مكان. بس اذا ما سويته بالطريقة هاي بعدين ما عندي مكان خلاص. اذا قال مثلا وايد تحت ولا وايد شيء، بس انتوا اكسروا شوي وردوا هدموا من البدايه، بيستوي عادي مش قضيه. هسه عندكم قياس اول واحد، سوي قياس ثاني واحد. يعني الفايده اللي بتطلع من ورا هالجسر بتكون وايد. شوفوا خطوط تطلع انهم موازين بعض، سووهم جنب بعض. هاي خطوطه طلعت، الخطوط المتقطعه وعادي وصلوها. الحين طبعا بيبنى على اتجاه، انتم ما تبون على اتجاه، تبون بالعكس. دقوا على علامة ابجريد ودقوا كليك رايت كليك رايت كليك رايت كليك رايت كليك رايت كليك رايت كليك. هذا الجسر الاساسي. الحين مثل ما قلت لكم، الحين لو انا بجيب اسوي ابجريد حق هذا مرم، مكان ضيق. شوفوا شو بسوي، بهدم الشارع هذا بكبره. بما اني انا مكبر الشارع هني اصلا من قبل، بختصر الموضوع، بهدمه من البداية. الشارع العام وايد مهم، مهم بشكل فظيع، ما يستوي نتجاهله، لانه هو اللي 90% من السكان حقنا. اي 90 اذا مش 100%. شوفوا الحين لان عندي تحت مساحة، اروم اسوي الشارع هذا شوي يمين، اروم اجيب هذا الشارع اسوي شوي يسار. يا الله استوى بالعكس كامل. لحظة، مثل ما قلت لكم رايت كليك
اذا في مكان مش مضبوط بيطلع علامه شارع مفتوح نفس هذا، بتعرفون ان الاتجاه معاكس. خلينا نكسر هاي كلهم مره، كلهم 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 مره، بوسع الشوارع من اول وجديد. اخر شيء ما يستوي نكسر لنا برا هناك، مشكلتهم مشكله اللعبه مش مشكلتي انا، بس اهم شيء في مدينتي ما يكون في زحمه. بسوي الشارع سيده سيده، نوفر مساحه، احس مش بس مساحه نوفر طاقه بعد. سوي شوي يمين ولا لحظه بلف شوي يمين، هذا لها سبب، في هناك مسافه عندي ايش، وبعد في مسافه عندي شوفوا، استوى عندنا شارع رئيسي كبير. ها شارع ضخم ترى، ها شارع ضخم، هذا ما سويت له ابجريد. لحظه قاهرني، ابجريد ابجريد اوكي. صدق او لا تصدق هذا الشارع راح يسوي لكم فرق كبير كبير. بس الحين في شيء ثاني، الحين نبى من كل صوب يطلع للشارعين اوكي، وينزلون من الشارعين. يعني اللي مثلا جاينا من اتجاه المدينه اللي هناك ويبي يركب هذا الشارع لازم يكون يقدر يركبه، فهذا بنسوي له طريق اللي هو هذا مثلا، اسوي شارع اصغر. ما تصور كل الشعب بيطلعون، ما تصور هالشيء يعني صراحه. او نفسه هناك بسوي لكم يا شارع كبير، انتو تقدرون تقررون هالشيء، تقرر شو حجم الشارع اللي تبغاه، شو الحجم المناسب. مثلا هذا ينزل، ونفس الشارع هذا تبون الناس تنزل للشارع الثاني، هذا هدف. ولا ممكن نسويه هنا عادي، حتى تسوون على النزلة على الطلعة، تشكيل عليكم كيفكم. في ناس تبى تنزل من هني لين هني، في ناس تبى تطلع من هني لين وين للجسر هذا، تبى تطلع برا تبى تهج. في نفس الشيء في ناس من هذا الشارع بينزلون هني، في ناس يطلعون، يعني كلهم يبون يقدرون يدخلون يقدرون يطلعون. نفرض حد يبى يطلع الشارع هذا، شو بيسوي؟ بيكمل سيده بيطلع على الشارع الثاني. اذا حد يبى ينزل هالشارع هذا بينزل من هني، زين اذا من هالشارع ابى ادخل هالشارع اطلع برا على المدينه، موجود موجود حلو، عنده مخرج على الشارعين وعنده مدخل من الشارعين. انا بالنسبه لي هذا دوار ممتاز، هو نفس هذا بس على اصغر شوي، يعني وفرت مساحه. انا هني شو سويت؟ سويت دوار هني بحيث ان في حد بيكمل سيده، لان على الاغلب بسوي مدينه ثانيه هني، وبخبركم مره ثانيه عن الشوارع. هذا شارع ممتاز، شوف الحين استوى عندنا شارع عام كبير. هذا الشارع بيوفر عليكم زحمه كبيره، وراح يخلي الناس يجون بعد اسرع، لان اللي يسوي الزحمه اصلا اللي هي الصناعيه عندكم. ليش؟ لان هم اللي يستوردون الاغراض، يعني الصادر والوارد. ممكن تكبرونهم عقب، يعني الصادر والوارد يكون من وين؟ من هني. اي احتياجات للمدينة، بلاستيك، اثاث، غيره، اي شيء انت ممكن تحتاجه يكون جاي من المدينة، من الصناعية، لانك انت ما تنتج. فيوم بتبدأ تنتج، واللي هو بيكون في حلقة ثانية الانتاج طبعا مش في هالحلقة هاي، يوم بتبدأ تنتج بيكون وياك الفرق. اوكي نسوي شيء ثاني، طبعا بنبني بيوت اساس، نسوي لكم شوي زحمة اكثر، نسوي لكم شوي زحمة اكثر. هاي بسويها شوارع كبيرة، في فلوس ما تخلص، امور طيبة. نسوي شوارع كبيرة اساس يتطورون بسرعة شوي، ابى التطور اسرع لما اسوي زحمة. بحاول اتصور، لا مش بحاول، بسوي على المدينة هاي اكثر التطورات، وبخبركم فايدة كل شيء. واذا محمسنكم الموضوع ولا تبون شيء معين ولا شيء محتاجينه معين، ممكن اسوي لكم اياه بعد، ما شيء مشاكل، ليش ما اسوي لكم اياه؟ بس البناء مشكلة صح بيكون. يعني الشوارع انا ما اسويها بالطريقة هاي في العادة، انا هاي الطريقة على اساس ان ازيد الزحمة حق بعدين، بس في العادة ما اسويها بالطريقة هاي. بخبركم الحين مسوي مدينة، بخبركم شو بتسوون ولا شو احلى الطرق انكم تسوونه فيها، وانتو تقررون هنا بروحكم بعدها. يعني انا يمكن اسوي طريقتي، انت تشوف طريقتي وعدل عليها، من تعيبك شيء ثاني تبى تسوي شيء ثاني.
مو بعيب انك النظام هذا، تقدر تغير وانت مرتاح يعني، ما في مشاكل، مش مضطر انك تلتزم. حتى مثلا الشارع العام، يمكن انت يوم بتي بتشوف بتسوي تقول لا انا ما احتاج الشارع الضخم هذا، ما احتاجه انا، لاني عانيت قبل من سبة الشارع الرئيسي هذا اللي كان الزحمة منه توقف من هالشارع لين الشارع العام، نص الشارع العام، تعذبت بصراحة. قمت اسوي شوارع دايركت على الصناعية، بس كيف اطلعهم من الصناعية؟ سويت النفق هذا. خلنا نرجع لكم للنفق. طب بيج اب بيج داون، انتو لازم تحفظون هالاثنين، الصفحة الاعلى صفحة الاسفل اللي على الكيبورد. نجيب شارع رئيسي اللي هو بيج داون على الكيبورد، نزل تحت، وهذا اوريدي في نفق تحت، فاستوانا ما دمرته تحت. بتمدون خط سيده من النفق للصوب الثاني وطلعوا الصوب الثاني. هاي اسوي منه شغلتين. اول شيء انا ما بدخل تقاطعات وايد على الشارع العام، لان التقاطعات الزايده معناها زحمه زياده، واذا بغى حد يطلع من الصناعيه وما يبغى يصير الخط هذا كامل، ممكن هذا بيكون مدينه اصلا في كل الاحوال، اجيبه هني، او ممكن اعقه من هني لدوار الرئيسي مثلا، لو انه مش سيده عادي، سامحونا انه مش سيده، نعقل دوار رئيسي. فاذا استوى الزحمه في الصناعيه مش مجبورين ان يروحون على الشارع العام هذا، عندهم منفذين، واذا حد بيدخل بدل ما يدخل من المكانين هاي يدخل مكان واحد، حتى المدينه الجديده ممكن تستفيد من المدخل هذا، وممكن طبعا هذا شارع رئيسي. طبعا عندهم زحمه، شوفوا الزحمه اللي هني، ها في ناس جايه من اخر الدنيا اخذت يوتين لين هالشارع، لانه ما تبى تطلع هني، ما يبون هني، ما يبون هاي اللي يدخلون المدينة ياخذون يوتير. هاي اللي يعني من الخط، السؤال ليش ياخذ يوتير؟ وين يروح؟ لأن في عنده دخلة من هني كان يروم يدخل سيدة، يوتير انزين يبي يدخل هذا الشارع. اوكي، فهمت شو يسوون، فهمت، مع انه يقدر ياخذ يوتيرن هذا اللفة هاي من الشارع ويدخل هني دايركت، بس ياخذون لفة عودة ويجون هني. السواقة شخص عن شخص تفرق عادي، يمكن ثاني مرة يجون يدلون البقعة. شوفوا الزحمة اللي هنا قامت تستوي، شوفوا الزحمة اللي تستوي. لو هذا التقاطعات الحين شو بيستوي بيه؟ بصيح والله من كثرة التقاطعات. هذا تقريبا كل شيء. شفت النفق، شفت الجسر بيج اب طبعا، وكيف سوينا الجسور، جسور دائرية طبعا، ممكن يكون أصغر من هذا، وإذا أقعد وقت يعني أكثر اسوي جسر اقصر شوي افضل، ماخذ مساحه اقل، اليوتيرنات عند بعض اكثر، تصميم افضل، بس هذا تاخذ وقتك مع الجسر. الجسر هذا ممكن تاخذه في ساعه، ممكن تاخذه في 5 دقائق، ممكن، بس اذا انت ناوي على مدينه تطول وياك عمر، اقعد اصرف وقت على هالشغلات هاي لانها بتسوي فرق. هاي كانت الحلقه الاولى، الحلقه كانت تتكلم عن الشوارع، بنشوفكم، لا ولا قوم، خلنا نشوف رويكم شغلات ثانية جاهزة عن الشوارع نفسها. ليش من رويكم؟ أول شيء هذا كان مفروض يكون أول شيء على فكرة، الشوارع أنواع من لينين إلى طريق واحد، ها طريق يروح ما يرد، ها طريق حلو حق حول المدينة تباهم يطلعون من مكان زحمة يروحون بعيد ما يسوي لك زحمة. هذا نفس الشيء 4 شوارع مع شير ولا غيره، وهذا مع حشيش، هذا حق باصات، وهذا حق المونوريل تراكس اللي هي القطارات اللي داخل المدينة تركب في نص الشوارع. إذا شفتوهن بنسويهن بعدين ما عليه. وعندكم الشوارع الرئيسية نفس اللي شفناهن، وعندكم هاي حواجز لل هايوي، بس أنا ما أحب إني أصغر الشارع، لأن أصلا أسوي المدينة بعيدا عن الشارع العام. وعندكم جسور أساسية اللي هم هاي يسوون، هاي اللي أنا ما أحبها، هاي اللي ما دانيها، هاي الشارع الصغير اللي أنا ما أحبه، شوفوا ما يعجبني، ما أنا ما يعجبني هذا، مع إنه ثري واي مستندركشن، بس 3 شوارع ما يكفي، يتم زحمة. أنا بالناس بالسهولة اللي تدخل فيها تطلع فيها الصراحة، حتى دواويرهم الصراحة يعني الدوار اذا كان عنده دوار وبيعرض علي اوبشن انا ما بها. شوفوا هذا مثلا، هذا تقاطع ممتاز، بس شو مشكلته؟ انا اخبركم، بنرجع الشوارع، شوفوا
نفس المبدأ، شوارعتي يروحون يردون ما له هنالك، نفس اللي مسوينه بس على أرتب شوي. قلت لكم إذا تأخذون وقتكم تسوون شيء نفس هاي وأحلى بعد، أحلى من اللي مسوينه، بس شوارع صغيرة. أنا أشوف الشوارع صغيرة، ما رو مسوي لهن يعني، ما أحس إنهن، لا أحس إني أبغى شارع أكبر منه. شوفوا الحين سوي أبجريد 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 صح؟ شوفوا خلاص في مكان يوقف، ما تقدر تسوي أبجريد، تسوي أبجريد حبتين وتروح، نص درب ما ينفع. ست شوارع والله انه حلو. فانا هذا نصيحتي لكم، لكن اذا تستعملون هذا بعد ممتاز، لكن انا نصيحتي لكم هذا بس بيسوي زحمة. وممكن تلغون مثلا اذا تبون انواع مداخل ثانية، ممكن تلغون هالشي هذا، هالشارعين هاي، اذا ما تبون تعدلون على الشارع العام كامل، على الشوارع القديمة نفسها هاي تمسحون جزء منه مثلا، وتقدرون تحطون هذا مثلا، مثلا تحطونه مكان هالشارع، الناس تلف بس حق الصناعية، رايح داشي الشارع العام، هذا بعد ممكن، يعني تحطونه هني مثلا، والناس داشة شو المنطقة الصناعية مالنا، اللي المنطقة الصناعية اللي أظني محد فيها، not enough workers، زعلانين منا كلهم. abandoned done zone more residential area، والله عندكم الناس ترى، بس انتو ما تخدرون. وهذا أظني بيكون هذا تقريبا، أنا صغرت الشارع. صغرت الشارع يا إلهي يا إلهي، تصغير ما له داعي صراحة. المهم بسوي لهم مزبلة على الطاير. هاي أساسيات البسيطة على الشارع، بعدين أنتوا تستكشفون وتشوفون أنتوا شو فعلا تحتاجون، شو اللي ما تحتاجونه، شو اللي ممكن تستفيدون من المبدا هذا، وتسوون مبادئكم الخاصه على الشوارع. ممكن تسوون دوار هني بسيط وتقولون بس خلاص انا ما ابغى اكثر من دوار ولا من هاي الامور. وعلى خير ان شاء الله نعبتكم سلسله تعلم سيتي سكاي لاين، ممكن نكملها طبعا، ممكن نكملها وتشوفوا اللي عايبينكم ان شاء الله، واشوفكم في حلقه جديده من تعلم سيتي سكاي لاين.